التحليلية من الميادين. الاحتلال يواجه أنماطا من المقاومة المتصاعدة نوعيا، آخرها في طول كرم. الغام وكثافة نارية في مواجهة الاقتحام، كيف يعطل المقاومون فعالية الجيش الإسرائيلي؟ الجزائر تفتتح مصرفين في موريتانيا والسنغال وتستعد لافتتاح مصارف في بلدان أفريقية أخرى. قرار لتدعيم البعد الأفريقي، هل هو جزء من توجه الجزائر لحماية نفسها وأفريقيا من تدخلات الخارج؟ أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين جارتي الكاريبي فنزويلا وغويانا. كاراكاس تنتقد الوجود الأمريكي على حدودها الشرقية وترفض مناقصات تجريها غويانا في الإقليم المتنازع عليه. في وثيقة اليوم، روسيا تعتزم زيادة إنفاقها الدفاعي في العام المقبل. ماذا تقول الأرقام في ظل تكاليف الحرب القاسية مع الغرب في أوكرانيا؟ وفي قضية اليوم، العنصرية الأمريكية البيضاء تتوسع في العالم. مصدر كبير للكراهية في العالم وفق فورين أفيرز، أين يتبلور ذلك ثقافيا واجتماعيا وسياسيا؟ شهيدان ودعتهما مدينة طول كرم بالضفة الغربية ارتقيا خلال التصدي لاقتحام الاحتلال مخيم نور شمس فجرا. مشهد الاعتداء تكرر في جامعة بيرزيت حيث اقتحمها الاحتلال واعتقل عددا من طلابها، لكن البارز في كل المشهد هو تطور تصدي المقاومين لاقتحامات الاحتلال في المخيمات، تكتيكات تتجدد من العبوات إلى الكثافة النارية والانتشار وغير ذلك. تقرير عن المشهد الميداني في الضفة. على وداع مزيد من الشهداء استفاقت طول كرم ومخيمها نور شمس. الشهيدين أسيد جبعاوي وعبد الرحمن دغش ارتقيا برصاص الاحتلال الذي اقتحم المخيم وأطلق الرصاص في أنحائه لأربع ساعات متواصلة. طول كرم ودعت شهيديها بجنازة مهيبة وعم الحداد والإضراب مؤسسات المدينة. قوات الاحتلال كانت جرفت عددا من شوارع المخيم أثناء اقتحامه وفجرت منزلا ادعت أنه كان مركزا لتحريك المقاومين ومصنعا للعبوات الناسفة، مما أدى إلى تدمير عدد من البيوت القريبة ونزوح أصحابها عنها. نسف الدار نسف، ما شفنا يعني إلا الشبابيك مكسرة، الكزاز علينا والحمايات كل ليتها، ما شفنا إلا الكل الدخن والغبرة جوا عندنا في البيت، يعني احنا في البيت مش شايفين بعضنا. الدمار شامل، عندي يعني فوق غرفة وحمام، شبابيك بواب تسطح الجدران، عندي مساحة غرفة هاي آلة السقوط يعني، وهذا الهدم جزئي تقريبا يعني راح كله. اعتداءات الاحتلال لم تقتصر على المخيمات والمدن، بل طالت حرب جامعة بيرزيت شمال رام الله الذي اقتحمته قوات الاحتلال واعتقلت 8 من طلبة الجامعة وسط تنديد من إدارة الجامعة والمؤسسات الحقوقية. يشكل انتهاك جسيم للحماية القانونية المقدمة من القانون الدولي للمؤسسات التعليمية، ولا سيما أن الأرض الفلسطينية تخضع لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، وبموجب اتفاقيات جنيف وعلى رأس اتفاقية جنيف الرابعة المؤسسات التعليمية يوجد لها حماية خاصة. التصعيد الإسرائيلي تزامن مع إغلاق عسكري واستنفار أمني فرضته إسرائيل في الضفة عشية يوم الغفران تحسباً لأي عمليات للمقاومة. شهداء ارتقوا ودمار لم يترك منزلاً أو شجراً، محاولات من الاحتلال الإسرائيلي لحرمان المقاومين الفلسطينيين من حاضنتهم الشعبية، محاولات لم تنجح إلا بزيادة إصرار المقاومين على مواصلة المقاومة. نسرين سلمي من مخيم نور شمس في طول كرم، الميادين.
محلل ميادين الشؤون الفلسطينية والإقليمية ناصر اللحام، أبدأ معك بطبيعة الحال. الاحتلال الإسرائيلي دائما ما يقوم بالقمع والقتل والاقتحامات، لكن الآن هناك تصعيد إضافي في هذه الممارسات، ما هي أسبابها؟ من وجهة نظري بالقراءة الأولى أنه تزامنت هذه مع خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة ودعوته للتطبيع مع السعودية. هناك هجوم لإحباط الفلسطينيين، إغلاق نافذة الأمل أمامهم للتخلي عن حقوقهم الوطنية. لا يوجد خطة سياسية، لكن بالبطش العسكري والحكم العسكري بالعمليات الأمنية يرمي نتنياهو إلى إفقاد المقاومة والشعب الفلسطيني صوابه. وطبعا كل هذا في إطار هدف واحد فقط، هو التطبيع المجاني، ولا يوجد أي شيء آخر. هناك حكومة نتنياهو تتنكر مع وزراء للحقوق الفلسطينيين. بن جبير قال إذا شمل الاتفاق مع السعودية أي بند مع الفلسطينيين سأسقط الحكومة، وفعلا هو صادق في هذا. لذلك نتنياهو يريد أن يبطش بالشعب الفلسطيني. آخر سنتين لاحظنا أنه هناك فارق كبير جدا على الأرض، كانت أي مجندة إسرائيلية تستطيع أن تدخل أي مدينة وتعتقل من تريد. اليوم جيش جرار يدخل على أي منطقة في فلسطين يحتاج إلى سلاح جو ليخرج سالم، وبالتالي المقاومة أصبحت شرسة منظمة. هناك خطط عسكرية، اضرب وهرب الغام، وحياة الجنود الإسرائيليين أصبحت على المحك. طيب سليم بوزيدي، محلل ميادين للشؤون الأقليمية والثقافية، الجزائر رافعت بضرورة التحرك بقوة للضغط على محكمة الجنايات الدولية باتجاه محاسبة المحتل الإسرائيلي على كل الجرائم التي يقوم بها، ما السبيل لتعزيز هذه التحركات؟ تحياتي فتون وللزملاء الأعزاء المشاهدي الميادين. فتول، لنقرأ محددات الموقف الجزائري في التحرك مع الملف الفلسطيني. أي تحرك سواء كان على سبيل الدعم المالي أو السياسي أو الدبلوماسي، هناك على الأقل ثلاث عناوين رئيسية. العنوان الأول وهو أن الالتزام المبدئي الجزائري في دعم القضية الفلسطينية هو التزام عقائدي تاريخي ووجداني، ولخصه الرئيس تبون في إحدى حواراته التلفزيونية عندما علت موجة التطبيع في المنطقة، عندما قال أن لا يستطيع أي مسؤول جزائري مهما على من رئيس الجمهورية إلى أدنى مسؤول جزائري أن يومئ مجرد الإيماء عن علاقات مع العدو الصهيوني، لأنه سيكون في مواجهة الشعب الجزائري، كل الشعب الجزائري. ثانيا وهو أيضا معطى مهم، تدرك الجزائر أن المشهد الدولي مركب ومعقد وأيضا في موجة اضطراب، وتحت هذا العنوان تتحرك الجزائر لإيجاد اختراق أو خرق في الملف الفلسطيني على أكثر من مستوى. لاحظنا فتون أن المسؤولين الجزائريين بدءا من الرئيس إلى وزير الخارجية إلى الوزراء في كل القطاعات، في أي لقاء مع أي مسؤول دولي كبير أو صغير إلا تكون القضية الفلسطينية، كان ذلك في الصين، كان في روسيا، والآن في الجمعية العامة للأمم المتحدة. لماذا؟ لأن الجزائر في أي مكان تحصل فيه على مساحة جيدة للعلاقات الدولية توضع القضية الفلسطينية على الطاولة. ثالثا أن التحرك في القضية الفلسطينية تنطلق من عنوان أن الجزائر تعرف أن المشهد العربي في حالة هوان، فلسطين متروكة لحالها، وبالتالي تحقيق أي إنجاز مهما كان بسيط سيصب في مصلحة القضية الفلسطينية. والعنوان لعضوية الجزائر في مجلس الأمن للسنة القادمة هو حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. طيب ناصر، إن ما عدنا إلى فعل المقاومة التي يقوم أو الذي يقوم به كل فلسطيني، هل يملك الاحتلال الإسرائيلي خطة سياسية عسكرية لوقف الانتفاضة الفلسطينية إنجاز لنا التعبير، أم أن جبهة غزة يمكن أن تنضم لجبهة الضفة؟ اليوم كل الصحف العبرية تكتب ما يبدأ بالمواجهة ينتهي بالحرب، في إشارة إلى جبهة غزة، ولا يوجد أي استهانة إسرائيلية إعلامية من المراقبين العسكريين بقضية التظاهرات السلمية والبالونات، وأنها طبعا إسرائيل ترد بالمدفعية بسلاح الطيران، وأنها فعلا ستقود إلى حرب. المقاومة في غزة لا تتردد في المواجهة. اثنين، لا يوجد خطة إسرائيلية لا سياسية ولا أمنية ولا عسكرية.
كثر الامواج فشلت، المنزل والحديقه فشلت. المواجهه مع الجهاد الاسلامي في اخر مرحله كانت تل ابيب تقصف بشكل طبيعي جدا، وهذا على جدول يوميات المقاومه. ما لجأت اسرائيل الى الوسطاء على الفور لوقف اطلاق النار، وبعد ان دكت تل ابيب. اليوم اسرائيل تدعي انها جاهزه للمواجهه، ولكن لها ليست جاهزه للمواجهه، بل هي لا تزال تستخدم الوسطاء لتبريد جبهه غزه، تستخدم مؤتمر العقبه، مؤتمر شرم الشيخ، وفي مع السلطه لتهدئه جبهه الضفه. المقاومه لم تصل الى مرحله الذروه والهجوم، حين تهجم المقاومه على تل ابيب تختلف الصوره كليا. سننتقل إلى الملف الثاني وهو عن الجزائر التي تدشن أول مصرفين لها خارج الحدود في موريتانيا والسنغال، خطوة تهدف لتعزيز الحضور الجزائري في أفريقيا، وهي جزء من خطة لافتتاح مصارف أخرى في دول أفريقية عديدة. الجزائر تشق طريقها نحو القارة السمراء وتعلن افتتاح أول بنكين حكوميين خارج أراضيها، الأول في موريتانيا برأس مال قدر ب50 مليون دولار، والثاني في السنغال قيمته 100 مليون دولار. خطوة وصفت بالإنجاز التاريخي وتحمل أبعادا استراتيجية واقتصادية هدفها الأساسي تعزيز الحضور الجزائري في إفريقيا وتسهيل الاستثمارات والمبادلات التجارية بينها وبين باقي الدول الإفريقية. من الضروري أن نفتح المجال المالي لكي ندعم المنظمات الباترونا بصفة عامة لكي يصدرون القارة الإفريقية أو يستوردوا من القارة الإفريقية ويحتاجوا تمويل، يحتاجوا تمويل يكون قريب منهم جدا. انفتاح الجزائر اقتصاديا على العمق الأفريقي بدأ يشهد مسارا متصاعدا في السنوات الأخيرة، ويدخل ضمن مقاربة ارتباط الأمن والاستقرار في إفريقيا بالتنمية، وهو ما كشف عنه وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في اجتماع مجلس الأمن والسلم الإفريقية، ودعا إلى سد فراغات في المنطقة قد تستغلها دول لها أجندات تخريبية. لا ننسى أنه كان هناك العديد من المساعدات من أجل التنمية والاستقرار، وخصوصا في البنى التحتية، نتكلم على 1 مليار دولار قامت الجزائر بإدعائها كمساعدات لدول الساحل، إيمانا منها أنه لا استقرار ولا بدون يعني تنمية. وتهدف الجزائر التي انضمت إلى منطقة التجارة الحرة الإفريقية عام 2018 إلى فتح بنوك أخرى في بلدان إفريقية عديدة مثل مالي والنيجر، بالتوازي مع مرحلة مقبلة تشمل دولا أوروبية كإيطاليا وفرنسا، الهدف منها مرافقة مالية للمصدرين الجزائريين. استدارة مالية واستثمارية كبيرة صوب إفريقيا تقدم عليها الجزائر، التي دشنت إضافة إلى البنوك عشرات الخطوط الجوية والبحرية نحو العمق الإفريقي في السنتين الأخيرتين، وهناك خطوط أخرى للسكك الحديدية على الطريق العابر للصحراء قيد الإنشاء، خطوات تراهن عليها السلطات الجزائرية لتعزيز حضورها في القارة السمراء ومزاحمة الوافدين الكبار. سفيان مراكش، العاصمة الجزائرية، الميادين. إذن سليم، ضمن أي مقاربة اقتصادية وجيوسياسية توسع الجزائر من تحركاتها سواء المالية أو حتى التنموية ضمن أفريقيا؟ فتون، بالنسبة للتحرك الجزائري في أفريقيا، أولا هو بالدرجة الأولى تحرك اقتصادي، وبهذا المعنى من المفيد أن نعود إلى الخطاب الرئيس تبون في خطاب القسم عندما نصب رئيسا للبلاد منذ حوالي أكثر من 3 سنوات، عندما تحدث صراحة أنه لا يمكن للجزائر أن تكون مؤثرة في محيطها الإقليمي وعلى المشهد الدولي باقتصاد هش مهلك.
الهلهل. وكان دائما ما يكرر أن بناء اقتصاد قوي هو الرافع وهو المدخل لاستعادة دور مؤثر سياسي وجيوسياسي في المحيط وكذلك في العالم. هنا جرى الحديث على أن البعد الإفريقي هو ربما سيكون نقطة قوة في صالح الجزائر لأسباب كثيرة. يعلم الجميع أن السوق الإفريقية هي أكبر سوق ناشئة في العالم في الخمس سنوات القادمة. ثانيا، تقارير البنك الدولي والبنك العالمي تقول أن الاقتصاد الجزائري من بين أقوى الاقتصادات نموا في شمال إفريقيا وفي إفريقيا خلال السنتين الماضيتين. وبالتالي تلعب الجزائر هذه الورقة بالدرجة الأولى اقتصادية، لأن تدرك أن السوق الاقتصادية سوق كبيرة واعدة، لكن أيضا لدى الجزائر أوراق تاريخية وسياسية وثقافية واجتماعية تمكنها من أن تكون لها الأفضلية في الدخول في السوق الواعدة. تحت هذا العنوان تم افتتاح المصرفين في كل من السنغال وموريتانيا، على أن يتم افتتاح أسواق أخرى، وبالتالي السياسة في خدمة الاقتصاد ليكون الاقتصاد لاحقا في خدمة السياسة. وعلى كل حال أيضا تتوسع الجزائر في أكثر من منطقة، مثلا في أمريكا اللاتينية، حيث سأسأل موفد الميادين لفنزويلا علي حجازي عن ذلك. هذا النشاط الاقتصادي الجزائري إذن هو لا يقتصر فقط على القارة السمراء، وإنما يتوسع باتجاه أمريكا اللاتينية تحديدا مع فنزويلا. ماذا عن معطيات هذا التوسع والتعاون؟ صباح الخير فتون لك وللأعزاء من كاراكاس العاصمة الفنزويلية. بالفعل يعني كما ذكرتي التعاون إذا بدأ فعليا بين الجزائر وفنزويلا، وقد تم تأسيس هذه المرحلة فور عودة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من رحلته التاريخية والاستراتيجية الكبيرة إلى الصين وتأسيس تعاون هناك. في العودة توقف الرئيس الفنزويلي في الجزائر العاصمة، التقى حينها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، وتم تأسيس 20 اتفاق تعاون في مختلف المجالات، أهمها في مجال الغاز، الطاقة، التكنولوجيا، العلوم، الصناعة، الزراعة. وأيضا تم الاتفاق على تأسيس رحلات جوية مباشرة من الجزائر العاصمة إلى كاراكاس، وهذه مفيدة جدا لتبادل الأعمال والزيارات المتبادلة والأبحاث والبعثات العلمية. أيضا فنزويلا أشادت بالجزائر كونها إحدى الدول الرائدة في مجال الغاز الطبيعي، وطبعا بحسب قول الرئيس مادورو أنه سيبدأ بإرسال الشباب الفنزويلي الذي يبحث عن الاختصاص في الغاز، لأن الجزائر تعتبر مدرسة في هذا القطاع. إذن هو تعاون بين دولة رائدة في مجال الغاز الطبيعي ودولة تملك الاحتياط الأكبر النفطي في العالم. طيب، ومن أيضا الجزائر تستفيد من كل ما يحدث الآن من تحولات يشهدها العالم، لا سيما في أفريقيا، أليس كذلك سليم؟ كيف تحاول الجزائر التموضع الآن بقوة إقليمية ودولية ضمن كل هذه المتغيرات العالمية، لا سيما في أفريقيا الآن ما يحدث بها؟ أحد العناوين الكبرى لهذا إعادة التموقع أو على الأقل التحرك الجزائري اقتصاديا وجيوسياسيا أفريقيا، وهو خط الغاز الواعد النيجيريا النيجر الجزائر، وهو من المشاريع الكبرى التي تراهن عليها الجزائر لطبعا تعزيز حضورها اللافت في السوق الطاقوية الذي تعزز منذ بداية الأزمة الأوكرانية. ثانيا، أيضا خط السكة الحديدية العابر للصحراء الذي طبعا سيكون شريان حزام الطريق والحرير الذي أعلنت عنه الصين، والجزائر تعتبر أحد الشركاء الرئيسيين. لكن يجب أن ننتبه فتون إلى تفاصيل أخرى مرتبطة بالمخاض السياسي والأمني الذي تشهده القارة في على الأقل الأشهر القليلة الماضية. أمس صدرت بعض التقارير من مالي تتحدث على أن المجلس العسكري في مالي هو قام بصدد تحيين تشريعاته المتعلقة بمجال التعدين والليثيوم، وهي إشارة خطيرة أن الشركات الغربية التي كانت تستنفذ وكذلك تسرق خيرات البلدان الأفريقية الكبيرة في مجال الطاقة وكذلك المعادن هي الآن في حكم المطرودة والتي غير مرغوب بها. طردت فرنسا من مالي ومن بوركينا فاسو ومن النيجر. هذا الفراغ الجيوسياسي والاقتصادي يعتبر فرصة تاريخية ومثالية للجزائر، خاصة في هذه القطاعات الحساسة. وبالتالي لن نستغرب إن وجدنا الشركات الجزائرية تتواجد في مالي. وأجرى الحديث
على افتتاح بنك في مالي، وقد تكون أيضا قطاع الغاز والليثيوم أحد الاستثمارات الكبرى للجزائر في أفريقيا في السنوات القادمة. تبقون معنا جميعا علي سليم وناصر، والآن إلى فقرة وثيقة اليوم. في وثيقة اليوم: روسيا تخطط لزيادة هائلة في الإنفاق الدفاعي في عام 2024. موقع بلومبرج استند إلى مسودة حصل عليها ويقول إنها لمقترحات خطط الميزانية الروسية المقبلة. وبحسب المسودة سيرتفع إنفاق روسيا الدفاعي إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل، بعدما بلغ نسبة 3.9% خلال العام الحالي. ووفقا للمسودة التي تناقشها الحكومة الروسية، سيرتفع الإنفاق الدفاعي إلى 10 تريليون و800 روبل، أي 112 مليار دولار تقريبا في العام المقبل. ألفت التقرير إلى أن هذا الرقم هو 3 أضعاف ميزانية عام 2021، وأشار الموقع إلى أن النفقات الدفاعية المصنفة سترتفع من 6.5 تريليون إلى 11 تريليون و100 تريليون روبل، ما يعني مضاعفة الحصة السرية في الإنفاق منذ أدنى مستوى لها عام 2021. ويوضح أن هذا الارتفاع يمثل 30% من إجمالي إنفاق الميزانية. كذلك يورد تقرير بلومبرج توقعات روسية متفائلة بأن تصل إيرادات الدولة إلى أكثر من 35 تريليون روبل بزيادة 22% عن العام الحالي، إضافة إلى نمو إيرادات النفط والغاز بنسبة 25%. أما العجز فمن المتوقع أن يتراجع إلى النصف في العام المقبل وفق هذا التقرير. الآن إلى ملفنا الثالث، حيث اتهم وزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل الولايات المتحدة بمحاولة عسكرة النزاع بين بلاده وغوايانا عبر السعي إلى إقامة قاعدة في إقليم إسكوبو المتنازع عليه. وبدوره هاجم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره في غوايانا بعد شروع الأخيرة في إجراء مناقصة مع شركات أجنبية للتنقيب عن النفط في الإقليم الحدودي المتنازع عليه، حيث من المتوقع أن تفوز بها شركة أكسون موبيل الأمريكية. إقليم إسكيبو الحدودي يشعل أزمة دبلوماسية بين الجارتين الكاريبيتين غويانا وفنزويلا، وكما يقولون في كاراكاس خلف الأزمات ابحث عن الولايات المتحدة الأمريكية. هو صراع طفى على السطح الآن، لكنه نزاع حدودي منذ عقود بين فنزويلا وغويانا على إقليم إسكيبو. فنزويلا تاريخيا ترى أن حدودها تمتد إلى نهر الإسكيبو، فيما ترى غويانا أن الإقليم الغني بالنفط والذهب والموارد الطبيعية المتنوعة جزء من أراضيها. عقود من الخلاف وتجنب المواجهة العسكرية مرت، ومع عدم التوصل إلى حل نهائي جرى ربط النزاع من خلال معاهدة جنيف عام 1966 برعاية دولية التي تنص على إيجاد حل سلمي تفاوضي لهذه القضية. النزاع عاد إلى الواجهة أخيرا بعدما قدمت غويانا مناقصة أمام الشركات الأجنبية للتنقيب عن النفط مع حظوظ مرتفعة جدا لشركة أكسون موبايل الأمريكية للفوز بها. مناقصة رفضتها فنزويلا لتبدأ حرب التصريحات بينهما. الجمعية الوطنية الفنزويلية قررت الدعوة إلى استفتاء شعبي لإبداء الموقف من الإقليم واعتباره أرضا فنزويلية، استفتاء من شأنه دعم موقف البلاد السياسي. قرار غويانا استدعى ردا قويا من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي وصف نظيره الغوياني عرفان علي بالكاذب والمخادع والمنافق، متهما إياه بتحويل غويانا إلى فرع من فروع الشركة الأمريكية وقاعدة عسكرية ضد فنزويلا. وزارة الخارجية الفنزويلية بدورها نددت خلال بيان رسمي بالبيان الصادر عن الأمانة العامة للمجموعة الكاريبية كاريكوم الداعم لموقف حكومة غويانا. نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز رفضت تصريحات لويس ألماغرو الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية التي بدورها دعمت غويانا. فنزويلا اتهمت أكسون موبايل بزعزعة استقرار منطقة الكاريبي وبنهب مواردها الطبيعية، داعية جارتها إلى الحوار والعودة إلى اتفاق جنيف.
وبالموازاة أبدت كاراكاس استعدادها الكامل للمشاركة في اجتماع كاريبي يحضره رئيسا فنزويلا وغويانا ووزيرا خارجيتهما من أجل مواصلة المفاوضات المنصوص عليها في اتفاق جنيف ضمن أطر السلام والصداقة والاحترام المتبادل. علي حجازي، كاراكاس، الميادين. علي، إذن هذا الصراع يعود لعقود طويلة، صراع على هذا الإقليم، ما هي نقطة التحول التي أعادت هذا الصراع إلى الواجهة من جديد؟ اولا فتون، يجب الانتباه الى ان غويانا مختلفه عن غويانا الفرنسيه. غويانا الفرنسيه كما هو واضح من اسمها مقاطعه مستعمره فرنسيه، غويانا هي المتاخمه للحدود الفنزويليه بالاساس، هي طبعا كعدد كبير جدا من الدول اللاتينيه كانت تحت الاستعمار الاسباني، ثم تحت الاستعمار الهولندي، واخيرا تحت الاستعمار البريطاني قبل ان تنال الاستقلال. الصراع قديم جدا، وطبعا وصلت الامور الى اتفاق جنيف عام 66 الذي تزامن مع استقلال غويانا. الطرفان لا يعترفان باي اتفاق، يعني غويانا تعتبر انها غير ملزمه بهذا الاتفاق، وتعتبر ان اقليم اسيكيبو الغني بالنفط والموارد الطبيعيه هو جزء من اراضيها، وفنزويلا تعتبر الأمر نفسه. ما الذي أثار الآن هذه البلبلة هو دعوة غويانا لمناقصة للتنقيب عن النفط في هذا الإقليم، وهي مناقصة شكلية، لأن من يسيطر في هذا الإقليم، من يملك القرار السياسي، هي الولايات المتحدة الأمريكية وشركة إكسون موبايل، وهو ما استدعى ردا عنيفا جدا من الرئيس الفنزويلي الذي وصف كما تبعنا في التقرير نظيره الغوياني بالكاذب المنافق والمتلاعب، والذي يريد زعزعة استقرار المنطقة، والذي يريد تحويل بلاده إلى منصة أمريكية تهاجم فنزويلا، وهذا ما رفضه كل المسؤولين الفنزويليين من وزارة الخارجية، من نائب الرئيس، ومن رئيس الجمهورية بطبيعة الحال. طيب، سأنتقل إليك ناصر اللحام، وهنا أيضا سؤالي عن هذه الصراعات كلها، كيف ينظر إليها الآن بعين فلسطينية؟ نعم بطون، في الحقيقة لفت انتباهي مؤخرا سؤال كان يحيرني، ماذا يوجد داخل القواعد العسكرية الأمريكية حول العالم؟ وحاولت أن أسأل مصادر في إفريقيا وغيرها، اتضح بأن القواعد العسكرية الأمريكية يتواجد فيها طائرات دون طيار، وهي بهدف جمع المعلومات والتجسس، ولم تعد تعتمد على الجنود، أي أن هذه القواعد هي للتخريب والتجسس فقط، وربما تقدم للأساطيل البحرية العسكرية الأمريكية ما يلزمها للهجوم عن بعد، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تضع جنود مثل فرنسا أو غيرها في هذه القواعد العسكرية كما ألفنا في أيام الحرب الباردة. اليوم القواعد العسكرية هي عبارة عن تجسس مباشر واعتداء تخريبي مباشر من جانب الدول الاستعمارية على الدول المجاورة، لذلك القواعد العسكرية الموجودة في مالي هي هدفها التجسس على الجزائر، كذلك القواعد العسكرية التي تحاول إسرائيل إقامتها في المغرب أو غيرها هي التجسس على الجزائر. بهذا الشكل يمكن التعامل مع القاعدة الجديدة التي ترقب فنزويلا. إذن علي، من كل هذه المعطيات والمنطلقات، كيف يمكن لكاراكاس أن تواجه التهديد الأمريكي على حدودها الشرقية؟ بالفعل تحدي كبير أمام كاراكاس. طبعا كان لافت أيضا بيان المجموعة الكاريبية كاريكوم وأيضا منظمة الدول الأمريكية، وهذا ما يعني ما يكشف لنا قوة يعني الأمريكيين في هذه المنطقة والاستيلاء على الرأي السياسي لهذه المنظمات. كاراكاس لديها عدد كبير يعني من الخيارات لمواجهة هذا القرار الغوياني بالإتاحة للأمريكيين بالاستثمار وإنشاء قواعد عسكرية على الحدود الشرقية، وهنا نعود إلى علاقات التبادل التجاري والتعاون، إن كان مع الجزائر، إن كان مع الصين،
ايضا يعني يجب الاشاره الى ان العلاقه مع الدول الكاريبيه رغم البيان العام الذي طبعا كان ضدها جيد جدا، هناك اتفاق غاز منذ ايام مع ترينيداد وتوباغو الجاره لفنزويلا، ايضا العلاقات جيده مع عده دول، مؤخرا شهدنا تعاون مع كمبوديا حتى في اقصى الشرق، لكن السؤال الذي يعني يبادر الى الاذهان، ماذا لو قامت فنزويلا بالسماح للصين مثلا بإقامة قواعد عسكرية؟ فنزويلا قريبة جدا جغرافيا من الولايات المتحدة، هذا يكون هذا سلاح قوي جدا بيدها، أيضا في ظل حاجة العالم للنفط الفنزويلي، وفي ظل طبعا رفض السعودية زيادة الانتاج، في ظل رفض روسيا بيع الدول غير الصديقة، سلاح البترول هو سلاح أيضا قوي جدا بيد فنزويلا. كل شكر لكم جميعا على الحجاز، سليم بوزيدي وناصر اللحم. فاصل نحلل بعده قضية اليوم. في قضية اليوم، خطاب العنصرية الأمريكية البيضاء يتمدد في العالم حيث للعنصريات نفوذها، ومع عقود من الزمن تحولت العنصرية الأمريكية من شأن أمريكي إلى نموذج تتعامل به مختلف عنصريات العالم في العديد من القضايا. تقر نخب أمريكية اليوم بأن بلادها باتت بؤرة للتطرف اليميني العنيف العابر إلى أقطار أخرى، حتى أن الانتقاد لها بالترويج للكراهية يستند إلى واقع أمريكي لا يمكن إنكاره أو تجاهله. في الولايات المتحدة معضلة هي تمزق النسيج الاجتماعي بعنصرية ادعاء التفوق ذوي البشرة البيضاء، كما يروج لها أقصى اليمين ويسعى لها سعيها بشتى الوسائل حتى العنيفة منها إن تطلب ذلك تحقيق مبتغاه، وتلك كراهية تنخر المجتمع هناك، لكنها باتت عالمية، تقول مجلة الفورن أفيرز الأمريكية في مقال تشرح فيه الظاهرة المستفحلة منذ صعود ترامب رئيسا سابقا، بل قبله عند انتخاب أوباما رئيسا، هو الأول من غير بشرة الرؤساء السابقين. تتساءل المجلة كيف أصبحت الولايات المتحدة مصدرا رئيسا للإرهاب العنصري الأبيض؟ لا يقتصر الأمر على تلك العنصرية، فثمة انتشار لنظريات المؤامرة الأمريكية المحلية، وهناك تطرف مناهض للحكومة، فضلا عن معتقدات التفوق العرقي، وإن كانت كلها ترتكز على ذهنية استعلاء المستوطن الأوروبي. هكذا أصبحت الولايات المتحدة نموذجا للتطرف اليميني والإرهاب، حتى أن أستراليا وكندا وبريطانيا صنفت جماعات ومواطنين أمريكيين في خانة الإرهاب الأجنبي، فالولايات المتحدة الآن هي مصدر أيديولوجية تطرف اليمين العنيف. وتعطي المجلة مثالاً بفرنسا، حيث نظرية الاستبدال العظيم، أي ذاك الادعاء بجلب غير ذوي البشرة البيضاء لتقويض القوة السياسية للناخبين البيض في الغرب، والأصل أنه تفكير مستوحى من فكرة تفوق البيض في الولايات المتحدة، وقد اكتسب خطابها جمهوراً دولياً متزايداً. إنه رد الفعل العنيف على انتخاب أوباما بشحن نظرية الاستبدال العظيم، وأداته وسائل التواصل الاجتماعي، فكانت منصة لترويج فكرة أخطر مفادها أن العنف ضروري لبدء انهيار المؤسسات والمجتمع الأمريكيين، ويرتد ذلك ما وراء المحيطات. وقع ذلك في نيوزيلندا، إذ امتد إليها التطرف العنيف عاماً قبل انتخاب ترامب، مخلفاً مجزرة المسجدين على يد مسلح أسترالي قد استحوذ عليه اليمين المتطرف بأفكاره، وكذلك استنسخ ذاك اليمين عنفه السياسي في البرازيل بعدوى عسر انتقال السلطة في الولايات المتحدة. محلل الميادين للشؤون الدولية والاستراتيجية دكتور منذر سليمان، لماذا تصاعد الإرهاب الداخلي والعنف العنصري في أمريكا في السنوات الأخيرة؟ تم التركيز أكثر على إعلاميا على بروز هذه الظواهر، إنما كانت موجودة وكامنة في المجتمع الأمريكي، لكن كان هناك طغيان الحديث على أن الإرهاب هو شأن خارجي، الحرب على الإرهاب في الخارج بعد هجمات 11 من سبتمبر، وبالتالي لم تكن تصنيف بالأعمال العنف ذات الطابع إن كان الكراهية أو العنصرية، لم يكن تصنيفها إرهابيا داخليا،
بدأ مؤخرا ذلك، لذلك نجد أنه في السنوات الأخيرة، يعني في السنة الماضية ارتفعت النسبة إلى 57% مما يمكن تصنيفه، وبدأ مكتب التحقيق الفيدرالي ينظر إلى هذه المسألة بمثابة إرهاب داخلي تطرف، لأنه في الولايات المتحدة يستخدمون تعبير القتل الجماعي عندما يكون عمليات قتل جماعي متكررة دون التمحيص بطبيعة بعض معظمها جذور كراهية أو عنصرية. هذا أدى إلى أنه في الفترة الأخيرة أضحت واضحة هذه المسألة، وبالتالي صعود التيار اليميني الشعبوي في الولايات المتحدة مع مجيء ترامب والحديث عن موضوع الهجرة الغير شرعية وتغيير هوية أمريكا، كل ذلك زاد في هذا الأمر، وبالتالي نجد أنه عمليا الأفكار التي تروج في أمريكا هي أفكار مستوردة أصلا من النازية والفاشية يعني الأوروبية التي صدر في أوروبا، والآن يتم تبادلها من الطرفين عمليا، ولكن النموذج الأمريكي أصبح أكثر تأثيرا على المستوى يعني الثقافة الغربية، وأن يشكل نموذجا لكيفية تصرف المتطرفين اليمينيين الفاشيين على المستوى ربما أيضا جزء من العنصرية الأمريكية الآن توجه ضد روسيا. وهنا أسألك من موسكو محلل الميادين للشؤون الأوراسية والدولية دكتور مسلم الشعيتو، العنصرية الأمريكية ضد روسيا هل أسبابها فقط سياسية اقتصادية؟ مساء الخير إليك لمشاهدي الميادين وللزميلين الصديقين العزيزين. نحن في روسيا نرى أن هذه العنصرية ليست فقط سياسية اقتصادية، إنما أيضا هي إيديولوجية مرتبطة بطبيعة تشكيل الولايات المتحدة وخلفية مبادئ بنائها، حيث أقيمت على أنقاض وعلى القضاء على أصل الشعوب في تلك المنطقة وإزالة كل تاريخهم وقيامهم وتقاليدهم وتنكرها للتاريخ، وهذا ما تسلكه في علاقاتها مع الكثير من الأحداث الدولية إن كان في الشرق الأوسط أو إن كان في روسيا. روسيا بالنسبة لها هي نقيض دائم ومستمر لأسباب إيديولوجية ولأسباب سياسية. روسيا دولة تمتلك قيم، وخاصة القيم الأرثوذكسية التي تتناقض وما تطرحه الولايات المتحدة من بدائل على الصعيد البشري. روسيا تمتلك إيديولوجيا حتى أيام الاتحاد السوفيتي، الإيديولوجيا البروليتاريا التي كانت تتناقض وإيديولوجيا الرأسمال المتوحش، وللأسف اعتمدتها روسيا لاحقا وعلى أساسها كانت تعاديها. روسيا الحالية تحاول السعي دائما من أجل إقامة نظام عالمي يعتمد على قيم روسية تاريخية إنسانية دينية، الولايات المتحدة ترفضها تماما، وأيضا روسيا لاعب أساسي في أوروآسيا وترفض الولايات المتحدة هذا الدور. وكل هذا الكلام منك مسلم ومن منذر أيضا يعيدنا من جديد إلى موضوع الخطاب، لذلك أسألك محلل الميادين للشؤون الأوروبية والدولية موسى عاصي، كيف يؤثر الخطاب العنصري القائم الآن على تفوق العنصر الأبيض الأوروبي على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؟ هناك تأثير مباشر بطبيعة الحال، وربما محالة اللجوء أو الهجرة من هذه المنطقة أو من المنطقتين أفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا هي خير دليل على مستوى العنصرية أو الخطاب العنصري الذي يجد له صدى كبير جدا، إن كان على المستوى السياسي أو على المستوى الشعبي. على سبيل المثال، خلال العام الماضي جرت دراسة لمستوى التطرف، الخطاب التطرف والانتماء للتطرف اليميني في أوروبا، هذه النسبة بلغت 32%، علما أن هذه النسبة لم تتجاوز 10 أو 12% في تسعينيات القرن الماضي. هذا الصدى الموجود اليوم في أوروبا يشجع مراكز القرار في الحكومات الأوروبية وفي الأحزاب السياسية الأوروبية أيضا على استخدام لغة واضحة جدا في التعبير عن العنصرية تجاه أبناء منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، علما أن الشرق الأوسط وأفريقيا أيضا هما منطقتان نفوذ اقتصادي مباشر للدول الأوروبية. هذه الخطاب العنصري يترجم بمجموعة من القرارات. على سبيل المثال، قررت اليونان قبل أيام الإرسال رسالة موجهة مباشرة للاتحاد الأوروبي من أجل تجديد الاتفاقية التي عقدت عام 2016 بين الاتحاد الأوروبي وبين تركيا من أجل منع خروج اللاجئين العرب السوريين الأفغان العراقيين من تركيا باتجاه الحدود اليونانية. المعلوم أن تركيا
نعم. الاتحاد الأوروبي عقد اتفاقا عام 2016 يدفع بموجب الاتحاد الأوروبي 6 مليارات دولار لتركيا. مسألة ثانية جرت في إيطاليا أيضا خلال اليومين الماضيين بعد حادثة أو مسرحية لامبادوزا الجزيرة الإيطالية. الحكومة الإيطالية قررت تدفيع أي لاجئ يرفض طلبه في إيطاليا 5000 يورو خلال مرحلة الاستئناف. مرحلة الاستئناف تدوم شهر واحد. إذن هذا التعاطي ينم عن عن وصول العنصرية إلى مستويات خطيرة جدا في هذه المرحلة. وهنا يأتي الحديث أكثر لربما عن نظرية الاستبدال العظيمة التي بدأت بالحديث عنها دكتور منذر. لماذا تنتشر هذه النظرية حول استبدال البيض بالأقليات في أمريكا والعالم الغربي؟ يعني الزميل موسى أوضح بتفصيل مشكلة أوروبا الآن في موضوع اللاجئين، وهذه المسألة مزمنة في داخل الولايات المتحدة نتيجة فعلا يعني هناك ملايين موجودين في الولايات المتحدة بصفة غير قانونية أو لديهم أوراق قانونية، بالإضافة إلى يعني العديد من الموجات التي تأتي من أمريكا اللاتينية تحاول الدخول إلى الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية أو أحيانا بطريقة قانونية. كل هذا الأمر جعل بسبب الوضع الاقتصادي الذي يتراجع ووضع أمريكا بشكل عام ومكانة أمريكا، جعل هذا الشعور لدى العنصر الأبيض في الداخل الأمريكي بأنه يتم استبدال التفوق العنصر الأبيض بأعراق أخرى مختلفة ملونة، وأيضا في له بعد ديني أحيانا، يعني عندما يكون هناك مسلمين أو أسيويين من غير الديانة المسيحية. كل هذه الأمور حتى بدأ هناك وضع قيود حتى على الهجرة الأوروبية إلى حد ما. إذن النظام الهجرة في الولايات المتحدة وفي الغرب بدأ يتعدل ويتغير، وحتى القيم التي كانوا يبشرون بها. لذلك هذه الخشية مركزة في الولايات المتحدة بصوت عالي بسبب ترامب وخطابه العدائي الكريه ضد الأقليات وضد المهاجرين، أدى إلى تشجيع. سأنتقل إليك دكتور مسلم شعيت، وكيف كانت الولايات المتحدة ترد على مبادرات حسن النية الروسية بالعداء؟ نعم، كالعادة الولايات المتحدة ترد بعداء وعنصرية ضد روسيا، وللأسف روسيا دائما تقدم مبادرات حسن النية وتصدق التي الاتفاقات وما يعلنه الغرب، وكان منها كثيرا في التاريخ. يعني 1775 روسيا لم تساعد بريطانيا ضد الانتفاضات التي حدثت في الولايات المتحدة ضد سياستها. روسيا وافقت مع الناتو على انسحاب من أوروبا الشرقية والتخلي عن الأسلحة على خلفية أنهم لن يتقدموا إلى الحدود الشرقية. روسيا فتحت طرقها ومجالها الجوي والبري عندما أحداث 11 سبتمبر من أجل وصول القوات الأمريكية إلى أفغانستان. روسيا تنازلت الكثير في الشرق الأوسط، أدت إلى هذه المبادرات حسن النية إلى الانعكاس سلبا على روسيا، حيث وصلت الناتو إلى حدودها، حيث وصلت الناتو إلى أوكرانيا وسلحتها ودفعتها إلى أن تقاتلها، حيث وصلت إلى أرمينيا حاليا وتحاول تأجيج الوضع في منطقة القوقاز الجنوبية، حيث نشرت الصواريخ سنة 1962 في تركيا رغم أن لم يكن هناك أي خلاف، حيث أنها رمت القنابل النووية على اليابان وحاليا تحرض العالم وكأن روسيا رمت هذه القنابل عليها وكانت تتوخى منها. واستخدمت تعبير الحرب الباردة استخدمته الولايات المتحدة، برنار باروخ أول من استخدم 1947 هذا المصطلح، وشكلوا حلف الناتو 1962 قبل أن 1941 قبل أن تشكل الاتحاد السوفيتي 1947 حلف وارسو. إذن دائما كانت روسيا تعاني من حسن النية وتستفيد منها الولايات المتحدة بعلاقاتها ضد روسيا تحديدا. طيب موسى، هل يمكن تصنيف الخطاب الداعي لاستقبال المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا بسبب بلوغ هذه المجتمعات الأوروبية حالة من الهرم بأنه خطابا عنصريا؟ وماذا عن المنظمات الدولية المعنية بمحاربة هذه الجزئيات من العنصرية؟
يعني ربما هذا الخطاب هو أكثر عنصرية من الخطاب العنصري المباشر، على أساس المعادلة هنا تقول بأنه يجب استغلال هؤلاء المهاجرين واللاجئين من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا لخدمة المجتمعات الأوروبية. وهذا الأمر يستند طبعا إلى وقائع المجتمع الأوروبي هرم كما ذكرت، وبحسب الإحصائيات الأوروبية فإن التوازن الطبيعي للسكان الأوروبيين الذي يقيس الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات أصبح سلبيا منذ العام 2015، وتعد الهجرة العامل الرئيسي في الزيادة السكانية. على سبيل المثال في ألمانيا سيغادر سوق العمل بعد 15 عاما أو خلال الأعوام 15 المقبلة 13 مليون شخص، أي ثلث اليد العاملة في ألمانيا. وعلى الألمان إذا أرادوا التوازن بين من يدخل سوق العمل ومن يخرج من سوق العمل إلى التقاعد أن يستقبلوا 400 ألف شخص سنويا حتى خلال العقود الثلاثة المقبلة. لماذا نقول بأن هذا الخطاب هو أكثر عنصرية من الخطاب العنصري المباشر؟ لأن ذلك يذكرنا بحالة الاستعمار في يعني قبل 200 عام في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما كانوا يجلبون الأفارقة من أفريقيا من أجل خدمة العنصر الأبيض لقاء الرواتب القليلة ولقاء المبيت والأكل والغذاء وغير ذلك. اليوم هناك حالة من الاستعباد، هذا الخطاب ينم عن حالة من الاستعباد بشكل غير مباشر، ندعي هؤلاء للدخول إلى أوروبا من أجل خدمتنا وخدمة كبار السن فينا. الأمم المتحدة لديها تقارير كثيرة، وهذه التقارير ستناقش خلال الأسبوع المقبل في مجلس حقوق الإنسان، ولكن تتحدث أيضا هذه التقارير على ارتفاع مستوى العنصرية كان في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا، ولكن القرار في الأمم المتحدة يبقى دائما للقوى الكبرى. لا تأثير الأمم المتحدة في هذا المجال، الأمم المتحدة هي مؤسسة فاشلة، والقرار يبقى بيد الدول الكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية، الدول الأوروبية. وهذا الخطاب العنصري يتصاعد حتى داخل الأمم المتحدة، وهو محمي بمظلة واسعة من المستفيدين من هذا الخطاب. موسى عاصم، سلام الشعيتي، ومنذر سليمان، شكرا جزيلا لكم جميعا. التحليلية انتهت، دمتم سالمين.